السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو تكمل لشرح الراوت، طريقة راوت لإيجاد الستابيليتي للسيستمز. في الفيديو الأول تعلمنا كيف نوجد التابل تبع راوت، وإن حكينا إنه إحنا في 3 كيسز عند رسوم. الكيس الأولى إنه إذا كان الرو الأول، الكولوم الأول سوري، العمود الأول ما في ولا صفر، كيف رح نحل؟ وعرفنا من خلال هاي الطريقة كيف حنوجد كم بولز عندنا في الرايت هاند سايد، طبعا بدون ايجاد قيمه البولز نفسه. والكيس الثاني كان انه اذا في عندنا زيرو في الكولوم الاول شو رح نعمل. فهاي الفيديو اللي شرح هاي الكيس. طبعا الشرح يكون من خلال مثال. لو انا عندي الكاركترستيك ايكويجن الاتيه، زائد 2 اس قوه 4 زائد 2 اس قوه 3 زائد 4 اس تربيع زائد 11 اس زائد 10. حنبني الجدول بالطريقة اللي تعلمناها. هاي بنحط المعاملات اس قوة 5 اس قوة 4 اس قوة 3 اس قوة 2 اس قوة 1 اس قوة 0. هاي معاملاتها كالآتي: 1 2 11 2 4 10. بنمشي بالبداية بالمعاملات الفردية: 1 2 11، بعدين بالمعاملات الزوجية لما يكون القوة 4 2 أربعة عشرة. بعدين هون منبلش نحكي بالطريقة اللي تعلمناها. اثنين هاي العنصر الأول اللي هون راح يكون اثنين ضرب اثنين ناقص أربعة ضرب واحد على اثنين بيطلع عنا صفر. فهاي هي الكيس اللي احنا راح ندرسها، انه هون طلع صفر. هسا احنا هون ما راح نحط صفر، راح نحط رقم قريب جدا من الصفر، راح نسميه مثلا لنفرض انه ابسلون، ونحكي لنفرض انه ابسلون بتساوي 0000001، هو رقم تقريبا صفر. فانا ما راح احط هون صفر، راح احط ابسلون وراح اكمل حل. هون راح يكون واحد العنصر الثاني اللي هون راح يكون 2 ضرب 11 ناقص 10 ضرب 1 على 2 وبتطلع 6، وهنا 0. هنا شو رح يطلع؟ رح يطلع 4 إبسلون. هنا رح يطلع العنصر اللي هون هيطلع على جنب، طبعا احنا نرسم 4 إبسلون ضرب 4 ناقص 2 ضرب 6 على إبسلون. عشان الرقم طويل خلينا نسميه إبسلون 1 عشان الإكسبريشن طويل، فهي إبسلون 1. هنا رح نحط إيش؟ نفس الطريقة، إبسلون ضرب 10 ناقص 2 في الصفر على إبسلون. 2 سوري إبسلون ضرب 10 ناقص 2 في الصفر صفر على إبسلون ويساوي 10. فهنا نحط 10 وهاي صفر. اس قوة 1 ابسلون ضرب 6 ناقص 10 في الصفر على ابسلون. ابسلون ضرب 6 ناقص ابسلون 1 سوري ناقص ابسلون في 10 على ابسلون 1، بنسميها ابسلون 2. هاي ابسلون 2، وهون رح يكون صفر لانه هاي ابسلون في صفر صفر، وابسلون في ابسلون 1 في صفر صفر، وابسلون في ابسلون صفر. وهنا شو راح يكون؟ ابسلون 2 في 10 ناقص ابسلون 1 في صفر على ابسلون، يكون هاي ابسلون 2 في 10 ناقص ابسلون 1 في صفر صفر على ابسلون 2 ويساوي 10. فهاي راح تكون القيمه 10. فهسه بهاي الحاله انا شو بعمل؟ باجي بدي اشوف الاشارات ابسلون 1 وابسلون 2 وابسلون. احنا حكينا ابسلون انه فرضناها 0.00001، فهي رح تكون اشارتها ايش؟ اكيد موجبة. هاي الاشارة موجبة. فخلينا نشوف اشارة ابسلون 1 وينها. ابسلون 1 هي قانون ابسلون 1 اللي هو 4 في ابسلون ناقص 2 في 6 على ابسلون. نجيبه على جنب هيك بيكون 4 في ابسلون ناقص 12 على ابسلون. هسا 4 في ابسلون رح يكون رقم كثير صغير ناقص 12، فأكيد الإشارة السالبة هي الغالبة.
فهاي راح تقريبا صفر ناقص 12 على تقريبا رقم كثير صغير موجب، راح يكون ايش؟ حتى لو كان كبير سالب على موجب سالب، فهاي الإشارة راح تكون ايش؟ إشارة إبسلون 1 هاي سالبة. ايش إشارة إبسلون 2؟ إبسلون 2 هيها وجدناها هون، 6 في إبسلون 1 ناقص 10 إبسلون على إبسلون 1. هذا الرقم اللي هو إبسلون هاي البوينت 0001 تقريبا مش موجود، يعني تأثير الإشارة تبعته مش موجودة. إبسلون 1 إشارتها سالبة، فهاي الإشارة السالبة على إشارة سالبة شو بيكون؟ سالب على سالب بيكون موجب، فهاي الإشارة موجبة وهاي الإشارة كمان موجبة. فلاحظ إنه أول إشي السيستم أكيد إيش؟ unstable. ليش unstable؟ لأنه صار في عنا تغير في الإشارة، وكم عندي كم بول أو كم روت في الرايت هاند سايد؟ عندي 2، لأنه كم مرة تغيرت الإشارة؟ مرة هاي صارت سالبة بعدين رجعت موجبة، صار عندي تغيير، فتو بولز إن رايت هاند سايد. وهاي طريقة إذا كان عندنا أصفار. الكيس الثالث اللي حكينا راح ندرسها اللي إذا كان عندنا رو أوف زيروز، إذا يعني طلع عندنا رو كامل زيروز شو نعمل؟ خلينا نشوف بالمثال الآتي شو بدنا نعمل. عندنا أس قوة 5 زائد 4 أس قوة 4 زائد 8 أس تكعيب زائد 8 أس تربيع زائد 7 أس زائد 4، هاي الكاركترستيك إكويجن. ومنعبي الجدول، لما نعبيه بالطريقة اللي تعلمناها المفروض إنه خلص صارت بيس أوف كيك. رح يطلع 1 8 7 4 8 4، وهنا رح يطلع معنا 6 6 0، رح يطلع معنا 4 4 0 0 0 0. فلاحظ عنا رو كامل من الأصفار. أول إشي بعمله بروح بطلع على إيش؟ على الرو اللي قبله، وبكتب ما يسمى الأكزيليري إكويجن. كيف بكتب هاي الأكزيليري إكويجن؟ باجي بحكي اللي هو أنا أس عنا الرو مقابل لمين؟ لأس تربيع. فباجي بحكي الأربعة المعامل الأول 4 ضرب أس تربيع، زائد هاي 4 راح تكون ضرب أس قوة 0 اللي هو الحد الثابت، معناته زائد 4 هاي الإكويجن. بروح بشتقها بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأس. هاي بحكي دي على دي أس لمين؟ لأربعة أس تربيع زائد 4 ويساوي إيش؟ 8 أس. فهذا الثمانية اللي هو معامل الأس هون بروح بحطه محل الصفر اللي طلع عنا اللي هو هون، فبشيل هذا الصفر وبحط محله 8، بروح بطلع الرو الأخير باستخدام هاي 8. فهون العنصر اللي رح يكون هون شو رح يصير؟ اللي هو 8 ضرب 4 ناقص 4 في 0 على 8، بيطلع معنا قديش؟ هاي 0 و 8 مع 8 بصير عنا 4، فهذا الكولوم 4، هذا الرو الأخير 4. فباجي هسه صار عندي الكولوم الأول كامل، فبشوف في عندي change في الساين؟ ما عندي، كله موجب، فالسيستم إذن إيش؟ stable أو يسمى marginal stable، اللي هو بيكون في بعض البولز على الimaginary bar جايين. هاي المعلومة مش جدا متأكدة منها، إن شاء الله بس أتأكد منها بحطها في أول كومنت، لكن في الغالب إنها هي marginally stable بيكون لما يكون كلهم أصفار، لو كان في change في الساين بيكون unstable. في فكرة، إحنا خلصنا أفكار المادة، لكن في فكرة أنا حبيت أحل عليها مثال اللي هي كالآتي. لو أنا عندي الإكزامبل اللي هو أس تكعيب زائد 3 أس تربيع زائد 3 أس زائد 1 زائد كي، بحكي لك أعطيني الرينج اللي هاي الكاركترستيك إكويجن.
اعطيني الرينج للكي اللي بيخلي السيستم ستيبل او لا. فانا بعمل الراوث، هاي اس تكعيب، هاي اس تربيع، هاي اس قوة واحد، هاي اس قوة صفر، وانا بنحط دوري واحد ثلاث صفر ثلاث واحد زائد كي صفر، هنا بنحط ثلاث ضرب ثلاث على جنب هذا المربع الأول، راح نحط ثلاث ضرب ثلاث ناقص واحد زائد كي في واحد طبعا على ثلاث، اللي بيساوي تسعة ناقص واحد ناقص كي على ثلاث، واللي هو يساوي ثمانية ناقص كي على ثلاث. فمنحط ثمانية ناقص كي على ثلاث، هون رح يكون واحد ثلاثة في صفر ناقص واحد في صفر صفر، وهذا الكولوم بيكون هذا العنصر قصدي بيكون ثمانية ناقص كي على ثلاث ضرب واحد زائد كي ناقص ثلاثة في صفر صفر على ثمانية ناقص كي على ثلاث، فهاي محاي بتروح وضل واحد زائد كي، هاي واحد زائد كي. فباجي أول شرط اللي هو هذا ما لازم يكون إيش موجب، إحنا ما بدنا تغير في الساين، فالساين بلشت موجب، فهاي لازم تكون موجب، فواحد زائد كي لازم أكبر من صفر، فكي أكبر من سالب واحد، هذا أول شرط. ثاني شرط إنه ثمانية ناقص كي على ثلاث لازم تكون كمان أكبر من صفر، فهاي ثمانية ناقص كي على ثلاث لازم أكبر من صفر، ثمانية ناقص كي أكبر من صفر، ثمانية ناقص كي أكبر من ثمانية على ناقص واحد، على ناقص واحد كي أقل من ناقص سوري هاي ناقص لما نقلناها لهون صارت ناقص ثمانية، كي أقل من ثمانية، فهذا الشرط الثاني. فكي بتكون أكبر من ناقص واحد أقل من ثمانية، فهذا الرينج تبع الكي أكبر من ناقص واحد أقل من ثمانية، في هذا الرينج بيكون السيستم إيش، يكون السيستم ستيبل. فهاي الفكرة حبيت أضيفها، وهاي هي قصة الراوث أو سوري من اللي طلبها زمان، بس أنا ما كانش معي وقت أنزلها صراحة أو أراجعها مشان أنزلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.